أخبار اليوم. بحيي كل الإعلام اللي طلع وقال أن الألترا الظاهرة إجرامية. أول واحد قال الكلام ده، محكمة قالت الكلام، كل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وليه إعتاب على وزارة الداخلية اللي طلعت بيان يحتب فيه على مجلس إدارة الأهلي وقالت إن دي خناقة بين الجماهير ومجلس إدارتها. لا، دول مش جماهير يا الداخلية، دول بلطجية. ولما عايز صايع بلطجي يجيب بتاع فك يفسي عجل لعيبة النادي الأهلي هتنقلهم قدامك وتسيبهم، أنا آسف، هيبة الدولة انكسرت. وعشان كده بقول للأستاذ سامح سيف الأذى، أخي سامح، مش أنت كنت عامل دعم الدولة؟ الدولة انكسرت يوم الخميس. على فكرة بالمناسبة في اليوم ده كان عندي مصطفى بكري وائل إبراشي وأحمد موسى وكلهم للأسف كانوا أهلاوية، وقالوا لي مش هنيجي البيت ده نتفرج على ماتش الأهلي عندك. قلت لهم كويس إن أنا فتحت لكم أصلا المباراة ماتش التلفزيون عشان تتفرجوا. ما هي الدولة اللي اتهانت يا أستاذ سامح؟ ما سمعتش صوتك، ما قلتش عين، ولا هي دعم الدولة في التلفزيونات بالأغاني اللي أنت عمال تعملها دي؟ مش ده دعم الدولة؟ مش دي دولة اتهانت وكسرت كرامتها وقيمتها من شوية عيال صيع؟ أنا عملت إيه؟ عرفت إنهم رايحين يوم ماتش الزمالك، قلت اللي هيقرب من فندق اللعيب أكسر رجله وإيده لما تيجي تستلمه، ما بنعرفش نهزر. أعتقد مجلس إدارة النادي الأهلي في اتصالات بيننا دلوقتي واخدين هذا الموقف. بشكر كل الإعلام اللي واقف هذه الوقفة. عايزين ندي على الظاهرة الإجرامية دي. وأي حد زي مدحت شلبي كلامه واضح. عايزين نقعد معاهم، عايزين نتحاور. يا عم مدحت واحنا شايفين في كباريب النقط. تحاور مع البطولية. اقعد أنت تحاور معاهم. خلاص. لبنا الشرف في قتل وزير اسمه عمرو فاروق. اقتحموا النادي الأهلي. ولعوا اتحاد الكورة. ولعوا اتحاد. أنا عايز أعمل معاهم حوار إيه؟ أنا جيت ناس من طبنجات أتحاور معاهم. قصة انتهت يا مدحت، خلاص اهدى بقى. اهدى الملايين اللي بتاخدها دي. الدوري اللي كان باظ النهارده مش هتاخد حاجة خالص، هتقعد في البيت. وخليك مقاطع. هتقعد في البيت والله يا مدحت. حتى الصبغة فلوس الصبغة مش هتلاقيها. مش هتلاقيها. اوعى تتكلم تاني بحذارة عن جماعة إرهابية مسلحة، لأن القانون وأنت راجل قانون بيحذر من الترويج لجماعة إرهابية مسلحة. أنت بتروج لهم. الناس كلها واخدة موقف. شوبير واخد موقف، واخد موقف الأول. سيبكم من شادية واللي بتعمله دي، دي واحدة منهم. خلاص؟ وأنا عجبني الأخ شوبير، هو شادية دي مش ده التوكيل بتاعي. خد مني التوكيل، أنا صاحب التوكيل. في النهاية يا جماعة بلدنا بتمر بظروف صعبة. وانا عارف ان بتمر بظروف صعبه، وعارف ان في مشاكل في ناس عايزه يعملوها قبل 25 يناير وفي 25 يناير. وانا واعي ده لان انا راجل بقول رياضي، راجل سياسي، وبدعم الدوله من غير ما اكون مع سامح سيف الاذى. بدعمها لوحدي من غير ما حد يقول لي. احنا ان شاء الله هنلعب ماتش بكره من غير ما حد يضغط علينا، لان احنا ربطنا عدم اللعب بان وجيه يمشي. ونحن في انتظار لغاية 31 ديسمبر.